أجمل قصة حب في الدنيا هي محمد وعائشة. يعني في قصص حب كتيرة بتروى زي عنتر وعبلة، قيس وليلى، روميو وجولييت، لكن أنا في رأيي محمد وعائشة هي أجمل قصة حب، وأجمل ما فيها أنها بتروى بلسان السيدة عائشة. بتقول إنها لما كانت تقول آيا راسي عندي صداع، كان يقول لها بل أنا ورأساه، ده أنا اللي آيا راسي. وصل بينهم الحب إلى أنه كان بيشعر بمشاعرها، بيشعر بآلمها ويشعر بأفرحها، كان أقرب ليها من أبوها. مرة حصلت مشكلة بينهم، مشكلة زوجية عادية جوه أي بيت بتحصل مشاكل، فقالها تحبي نحكم مين؟ إيه رأيك نقول لوالدك؟ فوافقت على كده، فجاب أبوها وقال لها تحبي أنا اللي أحكي ولا تحكي أنت المشكلة؟ قلت له لا، تكلم أنت ولكن لا تقل إلا حقا، يعني أنت احكي بس ما تقولش غير الحق. طبعا كلمة كبيرة أنها تقال للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ده بيورينا برضو مساحة الحرية اللي هو كان مديها، ومساحة قد إيه هي كانت واخدة عليه. طبعا الكلمة كبيرة وأنها تقال للرسول عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، فقام أبوها عشان يبقى في زمارة رقبتها، راح داخل بسرعة الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ يحجز ويحميها من أبوها اللي عايز يوصل لها عشان خاطر يمد إيده عليها، وقال له لا يا أبا بكر، والله ما أردنا هذا منك ولا دعوناك لذلك. خرج سيدنا أبو بكر زعلان من البيت وبص لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال لها ها أرأيتي أنقذتك من الرجل، يعني أنا قدرت أن أنا أحميك منه. بتقول لما كان يدخل يلاقيها بتشرب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرب من نفس الكوباية بتاعتها ويتحرى مكان شفتيها، يعني بيقصد يوريها أنه بيحط شفتيه في مكان شفتيها. يمكن لو في راجل النهارده دخل لقى مراته قاعده وبتاكل وفيش غير كوبايه واحده يقول لها مفيش كوبايه نظيفه. السيدة عائشة بتروي ان هو كان بيلعب معها سباقات، كانوا بيجروا يتسابقوا في الجري، فاول ما اتجوزوا كانت هي بتكسبه. وعم بتقول لما يعني رهقني اللحم، يعني لما تخنت هو كسبني، فانا بقيت متضايقه قوي، فقال لها يا عائشه هذه بتلك، يعني واحد واحد، زعلانة ليه؟ انت كسبتي مرة انا اكسب مرة. وكان يدلعها لما يندهلها، يعني لما ولد نحب ندلعه نؤنث اسمه، لو انس نتقال له يا انوسة، لو بنت اسمها فاطمة مثلا نذكر اسمه، يتقال لها يا فطوم نذكر اسمها. السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لها يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. كان بيأكلها ازاي؟ كان بيحط اللقمة في بقها، هو نفسه حتى الحديث يؤجر أحدكم حتى باللقمة يضعها في في امرأته. الناس كلها ركزت في أن الحديث ده معناه أنه الواحد بيؤجر لما يصرف على امرأته ويجيب لها أكل وشرب ولبس، مع أن الواحد لو ركز في لفظ الحديث في امرأته، الواحد بيأكل مراته في بقها. النهاردة الناس بتأكل بعض في بقها إمتى؟ يوم الفرح عشان يتصوروا، بعد كده هل بيأكلوا بعض في بقهم؟ المهم بعدين، المهم في حياتهم الزوجية يكون كلها دلع ويكون كلها حياة جميلة. بعض الصحابة جم يزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت السيدة عائشة، فإحدى زوجاته عرفت كده فعملت بسرعة حاجة عشان يقدمها لهم في بيت السيدة عائشة. السيدة عائشة يمكن كانش لسه بتعمل بتطبخ بسرعة أو بتعمل حاجة حلوة، فعملت حاجة وبعتتها لهم. فالسيدة عائشة فتحت الباب وحست انها اتضايقت لما لقت زوجه اخرى بعت اكل يتقدم في بيتها، فمسكت الطبق وراحت دشاه في الارض. اي راجل النهارده لو موقف زي ده حصل قدام اصحابه يمكن يقول لها انت احرجتيني قدام اصحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال لهم غارت امكم، ولم الاكل وحطه وقال لها صحفه بصحفه، وطبق سليم من عندها راح بيت السيده الاخرى وهي بقى الطبق المكسور عندها. دايما السيدة عائشة كانت بتفخر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات في حضنها، تقول مات بين سحري ونحري. وأظن من الواضح جدا أن دي مش لهجة بتاعت واحدة مغتصبة زي ما بعض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليه أنه هو اغتصبها أو أنه هو أكبرها على الزواج في سن صغيرة. واحد عنده 53 سنة بيتجوز بنت عندها 9 سنين، أكيد غلط. النهاردة في القاهرة غلط، لكن ممكن في القاهرة من عدة قرون ما كانش غلط، ممكن النهاردة في مكان آخر غير القاهرة مش غلط. فعشان نقول على حاجة غلط لازم نعرف هو غلط ليه، لأنها فيها انتهاك ليه، انتهاك للقانون ولا انتهاك للعرف. تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم
انتهك ايه؟ انتهك العرف ولا انتهك القانون؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان له اي اعداء؟ طبعا كان اليهود في الوقت ده هم اعدائه، وكان المشركين اعدائه، وكان المنافقين اعدائه. هل قالوا عليه اي حاجة؟ قالوا عليه حاجات كتير جدا. قالوا عليه كذاب، قالوا عليه مجنون، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كاهن، قالوا عليه شاعر. شاعر مش حاجة وحشة، بس يعني يقصد ان هو فبرك القرآن. لكن ما حدش فيهم قال عليه مغتصب اطفال. ليه؟ هل نسيوا؟ دي كانت تبقى فرصة ممتازة جدا ان هم يدمروا يعني هذا الدين ويدمروا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ده لان ما كانش فيه انتهاك لا للقانون ولا للعرف. الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على السيدة عائشة، يعني عقد الزواج كان في سن 6 سنوات، والزواج نفسه او الدخلة زي ما بنسميها النهاردة كانت في سن 9 سنوات. يعني كان في 3 سنين هو انتظر فيهم. انتظر ايه؟ انتظر البلوغ. يعني اذا هو تزوجها وهي امرأة بالغة. ممكن بعض الناس تقول طب ومين قال ان البنت لما تبلغ تبقى جاهزة للزواج؟ في موسوعة المعارف البريطانية البلوغ تعريفه هو في علم وظائف الأعضاء البشرية، البلوغ هو المرحلة أو الفترة العمرية التي يتحول فيها الطفل إلى شخص بالغ قادر على التناسل والإنجاب بشكل طبيعي. بعض الناس ممكن تقول لي مين قال إن البنت حتى لما تبلغ تبقى ناضجة عقليا إنها تتزوج؟ تعالوا نشوف السيدة عائشة كانت ناضجة ولا لا. في حادث حصل اسمه حادث الإفك بعد 2 سنين من الزواج، يعني كان في سن 11 سنة. المنافقين أشاعوا عنها ظلما وكذبا وافتراء عليها إنها وقعت في الزنا مع أحد الصحابة، وده كان أكبر زلزال بيصيب المجتمع المسلم في الوقت ده، لأن الشائعات بتنتشر عن أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام بنت أبي بكر الصديق إنها وقعت في الزنا. فطبعا الكلام يعني صعب قوي. في نفس الوقت سيدنا جبريل منزلش لمدة شهر كامل، وده كان أكبر زلزال. هي لما عرفت بالموضوع ده تعبت قوي ومرضت، وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تروح تقعد في بيت أبوها وأمها، وهي بتحكي عايزكم تشوفوا النضج في طريقتها في معالجة الموضوع وفي رواية الحديث. بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم راح يزورها في بيت أبوها وأمها، فدخل عليها وقال لها كيف تيكم؟ يعني أنت عاملة إيه؟ قالت له الحمد لله أنا كويسة. قال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. يعني لو كنت ارتكبتي الذنب ده استغفري ربك. عايز نشوف الحنان اللي بيفيض من الرسول عليه الصلاة والسلام. أي راجل لا قدر الله لو سمع حاجة زي كده عن زوجته هيدخل وعلى الأقل يعني هيهزها ويقول لها أنا عايز أعرف الحقيقة، قولي لي الحقيقة. لكن هو لا، هو قال لو كنت وقعتي في هذا الذنب استغفري الله، وإذا كان غير كده إذا كنت بريئة فربنا هيبرئك. هي بتحكي بتقول بصيت لأمي وقلت لها أجيبي عني رسول الله، على أن أمها تدافع عنها. زي ما قلت شهر كامل جبريل ممتنع عن النزول، ده كان زلزال جامد جدا أصاب الأمة الإسلامية. فأمها قالت مش عارفة أقول إيه، لا أدري ما أقول لرسول الله. بصت لأبوها وقالت له أجب عني رسول الله، فقال لها وأنا كمان مش عارفة أقول إيه. فبصت لهم كلهم وقالت لهم والله إني لا أعلم أنكم قد سمعتموه حتى صدقتموه واستقر في نفوسكم، فلو قلت لكم أني بريئة، وهي بتقول بينها وبين نفسها والله يعلم أني بريئة، لن تصدقوني، وإن قلت لكم أني قد أذنبت فسوف تصدقوني، والله أنا لا أجد لنفسي إلا ما قال أبو يوسف. وطبعا هي من لخبطتها نسيت اسم سيدنا يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بتقول وانقلبت في فراشي وظللت أبكي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي، وكنت واثقة إن الله سيبرئني، ولكني في نظر نفسي كنت أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة.
يعني انا ما كنتش متخيله ان هينزل فيا قران يبرئني. كل اللي كانت بتطمع فيه ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يشوف رؤيا في المنام تبرئها، وينزل القران الكريم من فوق 7 سماوات يبرئ السيده عائشه. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتنزل براءه السيده عائشه، ويثبت بحديث الافك انها كانت ناضجه عقليا اكتر يمكن من ستات النهارده سنهم 30 و40 سنه. يبقى هي كانت بالغه وكانت ناضجه عقليا. الامر الثالث اللي عايز اقوله هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخالف حتى عرف غير العرب. النهارده البنت في المدينه بتتزوج في سن 22 23 بعد ما بتخلص مدرسه وبتخلص جامعه. البنت في القريه بتتجوز في سن 17 18 بعد ما بتخلص المدرسه، يمكن عشان ما بتخشش الجامعه. طب قبل ما يكون في مدارس ويكون في جامعات كان البنات بتعمل ايه لما بتبلغ؟ بتتجوز. فكان ده الطبيعي في هذا الوقت. احدى زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام كانت السيده صفيه بنت حيي بن اخطب، بنت احد اكبر اليهود في الجزيره العربيه، حيي بن اخطب. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر في سن 14 سنة، وكان هو الثالث زوج. يا ترى كان سنها كام لما اتجوزت أول زوج؟ يمكن 9 سنين ويمكن 10 سنين. إذن ده ما كانش فيه انتهاك لا للأعراف بتاعة العرب ولا حتى لغير العرب في هذا الوقت، ده كان الطبيعي. بعد 545 سنة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، تزوج الملك البيزنطي أليكس الثاني من الأميرة أجنيس في سن 9 سنوات. وبعدها بكمان 15 سنة، يعني بعد 560 سنة من زواج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة عائشة، تزوج الملك البيزنطي أيضا أيزك الثاني من الأميرة المجرية مارجريت برضه في سن 9 سنوات. ده كان سنة 1184 ميلاديا، يعني بعد 560 سنة. ده معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينتهك اعراف ولا قوانين العرب ولا اليهود ولا حتى الاوروبيين في الزواج. لما سئلت السيده عائشه عن اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيبدا بيها لما يدخل بيته، قالت كان يبدا بالسواك. ايه اللي يخلي واحد اول ما يدخل